بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في منصة تعلم. الدرس اليوم عن كيفية إيقاف البرامج عند بدء تشغيل الويندوز. طبعا أكو نوعين من الإيقاف، أكو برامج تشتغل في الخلفية، وأكو برامج تشتغل عند تشغيل الويندوز اللي هي تظهر هنا عند الستارت عند الساعة. هسه نريد نوقف البرامج تشتغل في الخلفية. نروح على ويندوز سيتنج اللي هي نضغط علامة الويندوز مع حرف اي، ثم نختار برايفسي، ومن برايفسي نختار باك جراوند ابليكيشن، تظهر لنا هاي نقدر اما نوقفها كلها او نوقف جزء منها. مثلا انا اوقف مثلا سكايب، مثلا مابس، حسب اللي انت تريد توقفها بالخلفية. اما عندنا برامج تشتغل اول ما يشتغل الويندوز مثل ما قلنا اللي هي عند الساعة، هاي تطول حتى بعملية التحميل. اللي هي شلون نوقفها؟ همنا ويندوز زائد الاي اللي هي تطلع لنا ويندوز سيتنجز، نختار الابس، ومن الابس هنختار ستارت اب. بالستارت اب تطلع لنا هاي البرامج اللي تشتغل عند تشغيل الجهاز. فنفضل يعني نوقف اغلبها اللي ما نحتاجها. مثلا انا اختار هاي كروم، جافا، يعني هاي كلها برامج ما يحتاجها عند تشغيل البرنامج. انا كل هاي ما احتاجها. اذا اذا عملنا ريستارت نلاحظ ان هاي البرامج لم تشتغل عند اقلاع الجهاز. وشكرا للمتابعة وفي امان الله.